مفيش مفيش، الشباك قوية ومفيش حتة تعدي حتى بسرياية. هنستسلم، بس أرجوكوا بلاش المرة دي تضربوا الكوار دي علينا، إحنا مش هنستحمل العطس. مش حذرتكوا وقلتلكوا اوعوا تفكروا تدخلوا المحمية تاني؟ وأنا عرفتكم إن المحمية لها أبطالها اللي بيحموها. في الواقع آه صح، حذرتونا فعلا. اسكت انت خالص، احسن حل قدامكو خرجونا من هنا، علشان لو سبتونا هنا في المحمية هناكل كل السمك في صينية. هخرجك من هنا، وطول ما ابطال المحمية موجودين هتفضل مطرود منها، واياك يا شارك تفكر تدخلها تاني ابدا. استني بس يا فرح، ما تفتحيش البوابة، لازم نعرف الأول إزاي الاتنين دول دخلوا المحمية. قولولي إزاي دخلتوا هنا. مش هتصدقنا. لا هصدق. بقولك مش هتصدقنا. قالك إنه هيصدق. قولي يلا إزاي دخلتوا المحمية. دخلت وأنا طاير في الهوا. أنت بتكذب، أسمك القرش مش بتطير. ما أنا قلتلك من الأول مش هتصدق. مش مهم، يلا خرجوا برا المحمية حالا. يلا برا المحمية، وما تفكروش ترجعوا هنا مرة تانية. خلاص هنخرج دلوقتي، يلا بينا يا زغلول. هرجع لكم تاني قريب وهاكل لكم كل أسماك المحمية بتاعتكم. شكرا ليك يا فرح، متشكر قوي يا حمزة. عمرنا ما هنسمح لشارك ولا زغلول انهم يهددوا المحمية مرة تانية. المهم دلوقتي نعرف ازاي دخلوا المحمية اصلا، ده اللي احنا هنحاول نوصل له. اهم حاجة ان سكان المحمية بخير. صح، كلامك مظبوط جدا يا حمزة. ايه رأيكم، شفتوني وانا واقفة قدام شارك وزغلول؟ وانا كمان كنت معاها. انتوا كنتوا بتصرخوا بس. طب شفتوني لما مسكت سريع وعمت بيه في الغويط؟ ايوه، وشارك كان عمال يطاردك بسرعه جدا، بس برضه ما قدرش يلحقني، انا اسرع منه. عاوز افهم منك يا رهوان، ليه فكرت تنقذ سريع وعرضت حياتك للخطر؟ ده اللي المفروض الصحاب يعملوه مع بعض يا حكيم. سريع ده صاحبي وكان في أزمة ما ينفعش أبيعه، فتحركت عشان ألحقه. حتى لو كانت المساعدة دي فيها خطر على حياتك؟ أكيد يا حكيم، أنا عشان صحابي ممكن أتعرض لأي خطر. أنت فعلا صديق وصاحب وفي بجد يا رهوان، ولو أنت وقعت في مشكلة هتلاقي الكل عايز يساعدك ويقف معاك. طبعا زي ما بتساعد الناس هتلاقيهم دايما جنبك في شدتك. شكرا ليك قوي يا صاحبي، انت لو ما كنت ساعدتني كان زماني دلوقتي متقرقش في معدة شر. <تصفيق>